النجوم والوزن الزائد، كابوس مخيف برشا. مجموعة كبيرة من المشاهير التونسة عانوا من الوزن الزائد، البعض اتبع حميات غذائية قاسية باش تسترجع الرشاقة نتاعو. الجمعة هذه خصصنا لهم ملف باش نكتشفوا في أشهر الحميات اللي اعتمدوها نجوم تونس باش يخسروا الوزن نتاعهم. شنو علاقة الوزن الزائد بالثقة في النفس عند النجوم؟ هل يخسر الفنان بريقه وقت اللي يزيد وزنه ولا يفقد رشاقته؟ كل هذا وأكثر في ملف خاص بحمية النجوم. مرحبا بكم. الوزن الزائد كابوس برشا ناس وخاصة النجوم، واحدة من أكثر المشاكل اللي خافوا منها المشاهير. عدد كبير من الفنانين عانوا من السمنة، البعض منهم قبل روحه كما هو، والبعض الآخر اعتمد حميات غذائية باش يوصل للوزن المثالي بالنسبة لي. شنو ما أهم الحميات الغذائية اللي اعتمدوها النجوم؟ شنو العلاقة بين الرشاقة والثقة بالنفس عند المشاهير؟ كيفاش يأثروا الفنانين على المتابعين متاعهم من خلال تجاربهم مع الرجيم؟ هذا ملف خاص بحميات النجوم. برشا ناس لاحظت التغيير الكبير عند أديل، الفنانة البريطانية كانت ضيفة الشهر اللي فات في برنامج ساتوردي نايت لايف، ولمحت الموضوع هذا بتفتليكة بسيطة جدا. I know I look really really different since you last saw me, but actually because of all the COVID restrictions and the travel bans, I had to travel light and only bring half of me, and this is the half that I chose. مصادر مقربة من أديل أكدوا أنها خسرت 45 كيلو بعد ما اتبعت ريجيم سيرت فود. سهلة برشا، تخيل أنت عبد يقعد يأكل كان كلكوز اليمان، هما حوالي دي زاليمون نقولوا احنا لازمك تخرج منهم كوكتيل وتخرج منهم دي روسيت. هما يسباز على خضره الورقيه، يسباز على كلك فروي وكلك ليغوم، نلقاو فيهم مثلا السبانخ، الكلافز، المعدنوس، البصل، لي زاغروم بصفه عامه، نلقاو الشوكولاته الكحله، القهوه. ليست هي طويله شويه، اما نخرجوا منها في ريجيم محدود برشا. ناس حبت ناس لا، لكن ما يلزمناش ننساو انه برشا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبروا لي أديل خسرت برشا من الشارم نتاعها وقت اللي نقصت في الميزان. تشوف فنان مثلا كان يوزن 120 ولا 130 كيلو بعد ترى هبط ل 70 ولا 75، تقول فما حاجه تبدلت. وهذا الاحساس انا اللي جاني مثلا مع أديل ومع حسين الجسمي، يعني برشا ناس لاحظوا انه كي ضعفوا كانوا فما حاجه تبدلت في الصوت نتاعهم، ولانه بتاتر ما يكونش صحيح برشا، اما ليماج ألمخ كان الناس اللي تتفرج فيهم ولاحظوا انه التغيير هذايا كما قلت بتاتر ينجم يكون عنده هكا وقع عن المتلقي. نجمة التلفزيون الواقع كلوي كارداشيان تخسر 15 كيلو بعد ما اعتمدت حمية المقاطعة. النجمة الأمريكانية تقاطع بصفة نهائية برشا حاجات كانت مدمنة عليها، أهمها الجازوز والحلويات، وتعوضهم بالماء والتاي المثلج وصلاية الخضرة. ميغان فوكس تلتزم في كل مرة تزيد فيها على الميزان برجيم خل التفاح. الممثلة الأمريكية تشرب كل يوم على الماكلة كميات كبيرة من الخل، الرجيم هذا ينظف البدن من السموم ويخرج منه الماء الزايد الكل. الفنان سخطو الفنان اللي يخرج على ركح، اللي يخرج في تلفزة، اللي يخرج اللي يظهر للعباد، هو دو بريفيرونس يكون كما قلنا احنا انيق، يكون بريزون كاريزماتيك اليغان بارفي، يعني سي اون ايماج بارفيت. هذاك اللي هو المقياس العالمي، هذاك سي دي ريغل، سي دي نورم انترناسيونال. ريجيم غريب تبعته نيكول كيدمان خلال تصوير فيلمها كولد ماونتين. الممثله الامريكيه كانت تاكل ثلاثه عظمات نهار كامل، واحده في الفطور وزوز في العشاء. مارلين مورو زادة كانت تعتمد ريجيم مبني بالاساس على عظم، وكانت تفطر كل صباح عظمتين نايم في كاس حليب دافي وتصيم حتى لليل، من بعد تتعشى كبده مشويه وخمسه كعبات سفنار نايين. ريجيمات راهو عالم كبير الحقيقه، وفي برشا عجائب وغرايب. أغرب ريجيمات هي الريجيمات اللي العبد يلتجئ فيها ويعذب روحه. ويزمنا نعرفوا اللي الريجيم إذا توقف الماكلة مش معناها باش يمشي كان لثنية الشحم البدن، ينجم ياخم من الميوسكل متاعنا، ياخم الحاجات الأساسية في البدن، هذاك علاش الريبريز تكون سريعة. The Master Cleanser هذا اسم الريجيم اللي اعتمدته بيونسي قبل ما تصور فيلمها الموسيقي Dream Girls. المغنية الأمريكية كانت تشرب برشا ماء يوميا، عصير الليمون من غير سكر، وتاكل معاه في الفطور حوت ولا دجاج مشوي. الرجيم هذا ابتكره المختص في التغذية الأمريكي ستانلي بروثس. برشا نجمات اعتمدوا الرجيم هذايا كما أنجلينا جولي والممثل الأمريكي دانزل واشنطن. تضحيات كبيرة قدمها نجوم عالميين باش ينجموا يحافظوا على الصورة المناسبة اللي تخليهم موجودين في برشا أعمال ضخمة ومهمة. اليوم التركيز كبير على الإيماج، معناها
في لي فيديو كليب، في التصاور، معناها لي ريزو سوسيو ولاو معناها بلاتفورم كبيره بالنسبه للفنانين، وبالنسبه ليهم انه العباد تحب تشوف الخفايا نتاع حياتهم، نظام الاكل نتاعهم، شنو يعملوا في حياتهم، يترناو ولا معناها التصويره مهمه ولات بيان سور. واغلب الناس اللي تظهر اترافير ان اكران يحاولوا انهم يخدموا برشا على التصويره هذيا في العالم كامل. Every woman's nightmare. This is my weight. 175. ريجيم الليمون ما كانش اخر ريجيم تعتمدوا بيونسي. هذا فيديو هبطته النجمه العالميه على اليوتيوب باش تحكي على الريجيم اللي اعتمدته بعد ولادتها. بيونسي التزمت مده 22 يوم باش ما تاكلش الخبز والسكر والالبان واللحوم والحوت، وقالت انها كانت تعاني تحس بروحها جعانه. ريجيم قاسي جدا مبني على سلايط وعصائر الخضره، اعتبروه برشا اطباء خطير على الصحه. نختار ديما في الريجيمات وفي الحميات هو كي ناخذوا ريجيم ناكلوا فيه حاجه كهو. جسم الانسان يحتاج برشا حاجات، يحتاج لي ماكرونيترومون اللي هما السكريات والدهنيات والزلاليات، يحتاج لي فيتامين، يحتاج لي مينيرو، يحتاج للمعادن. هذوما الكل لازم يكونوا متوفرين للجسم باش يخدم بطريقه معناها متوازنه. من الفنانين العرب اللي اعتمدوا للريجيم وخسروا برشا من وزنهم نلقاو حسين الجسمي، الفنان الاماراتي فاجئ جمهوره عام 2009 بعد ما خسر 60 كيلوغرام في 5 اشهر. حسين الجسمي خضع لعمليه جراحيه، عمليه ربط معده، والتزم بعدها بريجيم صحي يسمح له بشكل شويه شويه من كل شيء. ريجيم ماهوش قاسي جدا لكنه يحافظ على التوازن الجسدي والنفسي. هذه الفنانه ديانا كارازون، النجمه الاردنيه اللي عرفناها عام 2003 في برنامج سوبر ستار. ديانا كارازون كانت توزن قريب 90 كيلو، بعد البرنامج تعرضت لموجه كبيره من التنمر بسبب وزنها وقررت باش تعمل عمليه ربط معده وتنقص الميزان. العمليه ما كانتش فعاله 100%، ديانا ترجع تسمن بعد مده قصيره، الحل بالنسبه لها كان الرجيم. النتيجه اليوم عندها وزن مثالي 57 كيلوغرام. ديانا كارازون اعتمدت رجيم الماء، كاس ماء قبل كل وجبه وزوز كيسان ماء وقت الماكله. الحاجه هذه تساعد البدن بالشخصر الدهون في ساعه. حتى العبد كي يعمل طريقه هذه لانوكاستريك يلزم يكون عامل حميه غذائيه مع الطريقه هذه. اول حاجه باش يتعلم كيفاش ياكل سورتو لا كاليتي وقداش يستحق طاقه، واخر حاجه اللي هي مهمه برشا 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 اللي هي كيفاش يتحكم في الجوع. شكون يصدق انه هذا نضال السعدي وقت اللي كان عمره 15 سنه؟ النضال هنا يوصل 105 كيلوغرام. اليوم الممثل التونسي يتمتع بجسم رياضي ومتناسق، نظام غذائي قاسي، اعتمدوا النضال باش يوصل للنتيجه هذه. جافي سي روبا كل واحد فيه 150 180 غرام حوت، وعندك كان في القائله عندك طرف ليجوم، الباقي كل حوت في الويساك وطرف روس في الليله كهو شويه برك. مصطفى حواس واحد من الاشخاص اللي الناس عرفوهم بوزن زائد. مصطفى اليوم قرر باش يلتزم بحميه غذائيه تحت اشراف دكتوره مختصه في التغذيه. كرونيكور التونسي استدعانا باش نمشيو معاه الكابيني ونفهموا معاه تفاصيل الرجيم اللي اعتمدوه. الوغ شنو هو؟ وبو دو 3 سيمين دونك دو ريجيم. شنو هو اللي سافا مفكر مرتاح؟ اي باش نوزنوا، تحب نوزنوا توا نشوفوا قداها. علي أمي لا تاي. أنا 180 هكذا. إي بقل. إي سوبر سوبر فوالا سي جينيال سي تري كونتونت دونك Tu es en train d'évoluer. Tu sais, si j'ai mal au la nahit li ken kilo ou mille, j'ai mal à faire la nahit li zouz kilo nos, ou le marra hedi, 1,6 kg. Donc tu es en train d'évoluer, c'est très bien. Mustafa, qui fait j'ai ni wahki li al ma'anta chno wali sar lok. Bel fait li régime li ken yamel fi ma houch bchim chi ma'a ala khatr yelzmo un régime personnalisé. Ma nahit louch haja kbira. Badalt lo ken nawaiyat el sukr wel farina. Bien sûr, je l'ai aidé zada bchi wali yhab el khodra akthar. Houa yhabha alhamdoulillah, ama ma kanch ando gram kbir khatr ma kanch ya'raf li fawaid mtaha kbira. Donc dakhlna el khodra, el khodra el niya wel taiba, li protein mawjoudin. بالطبيعة يفو كونسيرفي لا ماس مسكولير، دونك ديما الحوت والدجاج والحاجات هذوما والعظام موجودين في الريجيم نتاعنا. جينا للعائلة الفرينة وبدلناه اللي كان بلون ولا كومبلي،
وبدلت نوع السكر خاطر زيدة تو ام لي سكرري مغروم زيدة باللي باتيسري دوك ما يتحرمش منهم. هنا فما اللايف ستايل معناها عندك الغذاء متكامل فيه اللحم فيه الحوت فيه الدشنو فما الخضره الطايبه فما الخضره نيه فما البارتي اللي تنجم تاكل فيها الفيكولون وكل شيء دي برودوي معناها سبيسيال دونك ما هوني لقي راحتي. Donc Mostafa, comme d'habitude, tu reviens la semaine prochaine, تقيد لي كل شيء, ما تنساليش حتى شيء. Merci beaucoup, Aïcha. عايشك. À très bientôt. À très bientôt. تهنى. لا متهنية. Bye bye. نجلة تونسية واحدة من الفنانات اللي حاولوا ديما باش يظهروا في صورة مزيانة قدام الجمهور. قابلنا نجلة ومشينا معها للطبيبة المهتمة بمكرتها وصحتها وفهمنا أكثر أنواع الرجيم اللي تلتزم بهم. صافا إما شوية شوية بالبسط شوية. بون عندنا 65 كيلو 800 غرام على 1.70 متر. تعرف مليح اللي انت في الديال امورك واضحه. نحنا توا باغابوغ الريجيم تاعنا نجله بليسك توا ما فماش خدمه نورمالمون فوالا دونك البلان تاع الليل باش يتبدل شوي. وعندنا كيف كيف ماناش باش نبعدوا ياسر عن نورمال. انت سوكي بيان تحب الخضره بالكدا باش نخليك 5 ايام تاكل عادي نورمال مع العائله شيخ صنف نعرفك تحب التصنيف باش نعطيك نهارين هما اللي باش تكون فيهم شويه ديسيبلين. دونك عندك الحق في تاكل غله قد ما تحب, عندك الحق في تاكل خضره قد ما تحب النيه والطايبه. جوست دو جوغ هذوما البروتيين يلزمك تمشي للبروتيين فيجيتال. نحكيو على العدس نحكيو على الشوفان تو سكي دبابش نجله وتوا شتويه. دونك ابعد لي على البروتيين انيمال ويلزم تشرب فيهم مينيموم 3 لتر دو بار جو. هو اللي اي حد بشيران يقول لي ولا صاحبتي مثلا يقولوا لي علاش انت تحب تعمل ريجيم بدنك محلاه علاش بدني ما هو هكا قاعد محلي خاطر انا قاعده نحافظ عليه. ناكل نعرف شنو ناكل نعرف وقتاش ناكل نوعيه الماكله اللي ناكلها سورتو الخضره حاجات الماء نشرب برشا ماء هذيك علاش باش يلزمو يقعد بدني هكا. بون نجله كيما العاده الوغ البروغرام هذا باش تقعد به 2 سيمانات. دونك باش نعملوا البيلون تاعنا لي زاناليز نتفقدوا لي ريزيرف ولي فيتامين اللي في البدن كالعاده باش نقعدوا مستحفظين على لي فيبونيل اللي حاشنا به ونشوفوا الكومبوزيسيون كيفاش باش تقدم لنا. مرحبا مرحبا كانجور ونتقابلوا مرحبا مرحبا بك كوراج باي باي تشاو. حسب تقرير صحيفة The Guardian بريطانية ثقافة المشاهير وتصورهم قبل وبعد الرجيمات من غير حتى ديفوات مثل خطر كبير على الشباب. برشا بنات ولاد ولو مهووسين بالرشاقة متاعهم يحلموا باش تكون أجسادهم مثالية كما ليستار. البعض منهم يعتمد حمية النجوم من غير حتى ما يرجع لطبيب مختص في التغذية, الشيء اللي نجم يسبب برشا مشاكل صحية. إذا نحكيو على ديز أدوليسونت لهنا تخيل أنت يبدأوا إمبرسيوني بالشخص هذاك. دونك بالنسبة ليهم الدنيا واقفة في جمال الجسد فيك النوع متاع ستيل متاع ستار هذاك. دونك هي تبدأ تحاول باش تتبعه بأي طريقة وإذا إنسان يتبعها على مدة طويلة بيان سور بتجب كان تخلف إذا هو نقص صحيح لكن باش تخلف له مشاكل أخرى اللي هي من بعد تظهر مع الوقت. تصاور المشاهير تهبط كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي, تصاور الناس الكل شبه لبعضها جمال رشاقة خفة. عدد كبير من المراهقين ما عادش قابلين أشكالهم وأجسادهم ودخلوا في صراعات مع رواحهم خاصة في ظل مجتمع متنمر. ينجموا يصيروا مشاكل نفسية كبيرة مثلا يولي الإنسان ما عادش راضي بروحه ما عادش راضي بالبدن متاعه يولي رفض أنه يكون هو على حقيقته وتولي فما ديبريسيون. ينجموا يعملوا دي ريجيم سوفاج ويوصلوا حتى البريفاسيون توتال متاع الماكلة اللي يخلي الإنسان يوصل مراحل مخطرة يأثر عليه بسيكولوجيكمون مي أوسي فيزيكمون توصل حتى للكوما وتوصل حتى للموت. برشا مصممي أزياء كسروا القاعدة واختاروا باش يعرضوا الأزياء متاعهم على أجساد عادية حقيقية بعيدة عن النحافة الزايدة والمقاييس اللي مستنسين يشوفوها على الكاتوالك. هذه كانديس هوفين واحدة من أشهر عارضات الأزياء البدينات في العالم وهي أول عارضة محترفة للمقاسات الكبيرة. نلقاو زادة تارا لين على غلاف مجلة إل مانكا كسرت معايير الجمال التقليدية. من اللي بدا عالم الأزياء
وبداو المانكينا وبدا الموديلينغ اون جينيرال تكثر لي كومبلكس كثروا. علاش؟ على خاطر يحط لك طفله بار اكزومبل طولها 184 وتاي 36 منحوته نحت وهي يبيعوا بها الحوايج. كي انت تحط لي هذيك كيفاش المراه اللي تاي 40 والطفله اللي عمرها 16 والمراه اللي عمرها 45 elles peuvent pas s'identifier في المراه هذيك. Elles peuvent pas s'identifier في البرودوي هذاك. Donc انا فرحت لو فات اللي المود تحل مخها المود نقول عالم الموضه مخه تحل. في الوقت اللي فما برشا مشاهير يعملوا المستحيل باش يخسروا ميزانهم، فما عدد اخر من النجوم ما عندهمش مشاكل مع اوزانهم وقابلين رواحهم كما هما، كما الفنانه الامريكيه ليزو، مغني الراب الامريكي فات جو، المغني البريطاني رقم بولمان، الفنان الكويتي نبيل شعيل، الممثله المصريه شيماء سيف، الممثل التونسي جعفر القاسمي، الممثله التونسيه كوثر الباردي، وغيرهم الفنانين اللي عملوا بصمه في ميدانهم وما كانش الوزن الزائد حاجز قدام الموهبه نتاعهم، بل بالعكس كان بصمتهم. البارون اللي يحاول يشجع ولده مهما كان سمين والا ضعيف، اللي يخليه يعرف قيمه روحه، اللي ما يربيهش على المظهر، اللي يخليه يحب روحه ويقبل روحه كما هو، هذه الحاجه باش تخلي الصغير بشويه بشويه تولي عنده ثقه في روحه. كي نقولوا كونفيونس اون سوا نقولوا العبد هذايا راهو التنمر والاراء نتاع العباد الاخرين مهما كانوا راهم ماهمش باش يقلقوه وماهمش باش ياثروا عليه برشا. الحصول على جسم مثالي يبقى هدف مهم عند البعض، اما في نفس الوقت السمنه متمثل حتى قلق للبعض الاخر. باستثناء المخاطر الصحيه للسمنه، الرجيم يبقى واحد من اهم الحلول المعمول بها عالميا لبرشا مشاكل صحيه وخاصه مشاكل نفسيه، والاكيد انه الحاجه هذه لازمها تكون تحت اشراف طبيب مختص بعيد برشا على الاحكام المسبقه.